مؤسسة الصالح الاجتماعي للتنمية دشنت توزيع المساعدات الغذائية المقدمة للأسر الفقيرة في محافظة الضالع بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف الفقراء في مديرية دمت في المحافظة. الوكيل المساعد للمحافظة أحمد البلعسي أشاد بدور مؤسسة الصالح في توزيع المساعدات الإنسانية للأسر الفقيرة والمعوزة، مثمنا النشاط الإنساني للمؤسسة. ممثل مؤسسة الصالح نبيل القحطاني أوضح أن المؤسسة استهدفت هذا العام 1000 أسرة فقيرة في محافظة الضالع عبر مندوبين من المراكز لضمان وصول المساعدات للأسر المستهدفة منها دون ما تلاعب أو انتقاص. دشن مؤسسة الصالح الاجتماعية الخيرية مشروع المساعدات الرمضانية لمديرية دمت 1000 حالة كاملة، كل حالة مكونة من كيس قمح وقطمة أرز وقالون زيت ضمن الفعاليات والمشاريع التي تقدمها المؤسسة. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الصالح وكما كل عام تنفذ حملة مساعدات إنسانية غذائية وكسائية للفقراء على مستوى الجمهورية، وتستهدف هذا العام أكثر من 60 ألف أسرة.